صور جديدة لأمل العوضي تسببت في ارتباك الجمهور وما لا تعرفونه عنها. أثارت المذيعة والفنانة الكويتية أمل العوضي حيرة متابعيها في أحد الظهور لها عبر حسابها في سناب شات. وظهرت أمل العوضي بوجه أنحف من ذي قبل وبتغير ملحوظ في منطقة الأنف والفم، إضافة إلى تغيير كبير من طريقة وضع المكياج، وهو ما جعل ملامحها متغيرة وتسببت في ارتباك الجمهور حيث أنهم لم يتعرفوا عليها من المرة الأولى. وأثارت النجمة الكويتية الجدل بين متابعيها، فبعضهم اعتقد أنها خضعت لعمليات تجميلية مبالغ فيها تسببت في تغيير ملامحها بهذه الطريقة، فيما اعتبر آخرون أنها ربما استخدمت أحد الفلاتر لتغيير شكلها قليلاً، ولفتوا إلى أن ملامحها الطبيعية أجمل كثيراً. وتصدر اسم أمل العوضي الترند تزامناً مع نشرها لمجموعة الصور والفيديوهات الخاصة بها. كذلك تجاهلت النجمة الكويتية التعليق على حالة الجدل والحيرة التي انتابت الجمهور بعد أحد الظهور لها، وواصلت نشر بعض الفيديوهات الدعائية لأحد المنتجات، كما نشرت مجموعة جديدة من صورها. ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها أمل العوضي للانتقادات أو الجدل بسبب ملامحها، وبدأت الانتقادات في الشهور الأخيرة بسبب تغير ملامحها، وتكهن البعض خضوعها لعدة عمليات تجميل في الشهور الأخيرة، إلا أن الجمهور اعتبر التغيرات الأخيرة صادمة، مما جعلها تحظى باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. ما لا تعرفونه عن الفنانة أمل العوضي. أطلق عليها لقب نجلاء فتح الخليج، كذلك لقب كيلوباترة الشاشة، لكنها تفضل اللقب الثاني لأنه أول لقب تم تداوله في مشوارها الفني كما تقول. ولدت الفنانة أمل العوضي البالغة من العمر 31 عاماً في 3 مارس 1989 في الكويت. درست في مدارس الكويت، وبعد حصولها على الثانوية العامة التحقت بكلية العلوم السياسية والإدارة في جامعة الكويت، حيث حصلت على درجة البكالوريوس عام 2010. بدأت أمل العوضي بالدخول لعالم الإعلام والتلفزيون في سن 16، عندما قدمت برنامجاً بعنوان تلفزيون الأطفال على شاشة تلفزيون الكويت، واختيرت بعدها لتقديم برنامج المسابقات الرمضاني عينك على الوطن على شاشة تلفزيون الكويت، والذي كان سببا في نجاحها، لتنتقل فيما بعد إلى عالم الفن والتمثيل من خلال مشاركتها بعدد من المسلسلات والبرامج التلفزيونية. في عام 2006 دخلت أمل العوضي عالم التمثيل من خلال مشاركتها في المسلسل الدرامي الكويتي صاحبة الامتياز، وفي عام 2007 شاركت في عملين تلفزيونين من الدراما الخليجية هما همس الحرير ومسلسل الوزيرة. وتكررت مشاركة أمل العوضي وعلى مدى السنوات التالية في عدد كبير من المسلسلات الكويتية، لتثبت حضورها في الدراما الكويتية خاصة والخليجية بشكل عام، إلا أنها قررت في نهاية عام 2008 اعتزال المجال الفني والإعلامي والتفرغ لأسرتها ودراستها بعد الإعلان عن زواجها من عبد الله العوضي، حيث فاجأت أمل العوضي عام 2008 الوسط الإعلامي والفني بخبر زفافها سريعاً، حيث قامت بتغيير جميع أرقام هواتفها واستبدالها بأرقام جديدة هروباً من ملاحقة الصحفيين والإعلاميين، وعلقت على هذا الأمر قائلة: سأبدأ حياة جديدة مع الشخص الذي اخترته. وخاصة أن بعض المقربين أكدوا أن العريس الذي يدعى عبد الله العوضي اشترط على أمل في عقد الزواج عدم التحدث إلى الصحفيين أو إلى أي من وسائل الإعلام بعد الزواج. وأحاطت العوضي الكثير من الإشاعات في حياتها،
وعند زواجها قالت أنها تخلصت من مطاردة المتطفلين. وبعد إنجابها لابنتها منيرة قررت العودة للعمل الإعلامي والفني من جديد. ففي عام 2011 كان لأمل مشاركة في مسلسل ستار الليل، وفي مسلسل بنات سكر نبات، ومسلسل المقنع. ومن أشهر أعمالها التي شاركت بها مسلسل حكايات أحلام وردية عام 2016، ومسلسل بنات سكر نبات عام 2011، وأيضاً مسلسل خمس بنات عام 2016، ومسلسل نهاية حلم، ومسلسل ذكريات لا تموت في عام 2017. أما عن آخر أعمالها الفنية كان مسلسل هم النوايا الذي عرض عام 2018. ومن البرامج التي قدمتها تلفزيون الأطفال عام 2004، عينك على الوطن عام 2005، سحبات مهرجان على فبراير، وقدها ولا وجد ولعب عام 2008، وبرنامج أمولة عام 2012، وبلاك أند وايت عام 2013، هو وهاي وهي عام 2014، ولمسة فوز عام 2018. كما أن شاركت كموديل في فيديو كليب أغنية أنا حنيت عام 2017 ويلي أحبك موت عام 2020 للمغني ماجد المهندس. وفي تصريح للفنان ماجد المهندس قال عنها: العوضي أضافت على العمل نكهة درامية لا تستطيع عارضة عادية إضافتها، ولو استعنا بعارضة لفقدت الأغنية الكثير. وكانت أمل العوضي قد تعرضت بعد الكليب الأول لهجوم واسع من جمهورها، مؤكدين أنها خرجت عن العادات والتقاليد العربية وأساءت للفتاة الخليجية بسبب اقترابها بشدة من المهندس في بعض المشاهد. لترد أمل حينها بالقول: لم يكن ظهوري في الفيديو كليب خادشا للحياء والذوق العام على الإطلاق، بل كان عملا راقيا ومميزا، والمشاهد التي جسدت موجودة في عديد من المسلسلات الخليجية، وأكرر أنا سعيدة بهذه التجربة وأحترم جميع الآراء.